ارحم نفسك يا عبد الله، ده انت يا ابني عينك ما غمضتش من ساعة اللي حصل. مين هيجيله نوم وهي في الحالة دي يا أمه؟ يا ابني يا حبيبي، ما خرجت من الإنعاش وفاقت أهي وبقت زي الفل. روح أنت يا حبيبي عشان ترتاح. لا يا أمه، أنا مش بنقول من هنا غير ما أطمن عليها. يا عبد الله، بتحبها للدرجة دي؟ بحبها، بحبها، دي كلمة قليلة عليها أوي يا أمه. أنا عرفت قيمتها أوي. بجد يا عبد الله، أنا مبسوطة أوي إني عشت لحد ما سمعت الكلام ده. أنا ورا ده مش كلام، ده أنا اتأكدت وعرفت إن أنا من غيرك مسواش. ربنا يخليكوا لبعض يا ابني وما يحرمكوش من بعض أبدا. ولا يحرمني منكوا يا رب. يا أم حسن، قومي يا أم حسن بقى.